بيحان تعود إلى كنف الجمهورية، عنوان لواقع جديد سطرته تضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المديرية. المديرية التي سقطت بيد ميليشيا الحوثي قبل 3 سنوات كانت على موعد جديد بعد تحرير قوات الجيش والمقاومة لمنطقة موقس آخر قرى مديرية بيحان في شبوة. هذه التطورات جاءت بعد عملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش الوطني المسنود بالمقاومة، تمكن خلالها من تحرير قرى قرين، الحاط، القاهرة، الجابح التابعة لمنطقة وادي خير، الأمر الذي دفع الميليشيا للفرار نحو عقبة القنذع المحادية لمحافظة البيضاء. إلى ذلك تمكنت قوات مشتركة من اللواء 21 والمقاومة الشعبية من تحرير جبل لكام الاستراتيجي وذراع الغريق شمال وادي خير، والذي كان يتمركز فيه قناصون ميليشيا. وبموازاة تقدم الجيش الوطني وسيطرته على العديد من المواقع، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت خلالها تعزيزات الميليشيا الانقلابية في عقبة القنذع ومنطقة موقس، حيث شكل الإسناد الجوي عاملا مهما في تحرير مديريات بيحان بعد أن ساهم بشكل كبير في منع تدفق تعزيزات الميليشيا إلى المحافظة. خسائر عسكرية كبيرة تكبدتها الميليشيا أمام قوات الجيش الوطني في معارك تحرير بيحان، نتج عنها مقتل المئات من عناصرها في وقت لاذ الآخرون بالفرار من جبهة المواجهات، ومن بقي منهم وقع أسيرا بيد أبطال الجيش الوطني.